معنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز مباشرة من إدلب، تحديدا من محيط مدينة معرة النعمان. أهلا بك محمد، كيف يبدو الوضع في ظل هذا التصعيد المستمر وهذا القصف على المدنيين وعلى الأحياء السكنية؟ محمد، نعم وسام، أحدثك الآن وتحلق فوقي في الأجواء ثلاث طائرات أو أربع طائرات حربية تابعة لميليشيا النظام تنفذ غاراتها على مناطق ريف إدلب. الآن في هذه اللحظات يتركز القصف بالمقاتلات الحربية مستخدمة الصواريخ الفراغية على مناطق إحسم وحيش في ريف إدلب الجنوبي. طبعا لا أدري ما المناطق التي تتعرض أيضا في هذه اللحظات للقصف بالإضافة لهاتين المنطقتين، إنما القصف كثيف جدا على مناطق ريف إدلب الجنوبي مستمر منذ بداية الهجمة حتى اللحظة. تغيب الساعات الطائرات لساعات قليلة ثم تعود المطارات كلها تقلع دفعة واحدة وتبدأ بشن الغارات وتنفيذ الغارات الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي ومناطق جبل الزاوية. الآن على الأجهزة اللاسلكية تنذر المراصد بوجود سبع طائرات حربية تحلق في أجواء المحافظة تنفذ غاراتها على الأحياء السكنية في المحافظة. طبعا المقاتلات الحربية نفذت البارحة غارات جوية على بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي أسفر عن وقوع خمسة شهداء مدنيين بينهم طفلان وسيدة استخدمت المقاتلات في قصفها للبلدة. الصواريخ الفراغية شديدة التدمير أسفرت عن دمار منازل المدنيين بالإضافة أيضا لوقوع مصابين أيضا بين المدنيين، تم نقلهم إلى المشافي الميدانية. بلدة إحسن تعرضت للقصف بغارات جوية مكثفة أسفرت عن دمار أحياء سكنية بأكملها. إلى ذلك أيضا لدينا شهيد في بلدة معرة حرمة جنوب إدلب أيضا جراء القصف من قبل ميليشيا أسد الطائفية بالطائرات الحربية، بالإضافة للطائرات الحربية وسام تحلق الطائرات المروحية بشكل مستمر تشن غاراتها أيضا بالبراميل والحاويات المتفجرة على مناطق متفرقة من ريف إدلب. إلى ذلك تعرضت مناطق المصطومة وسطوح الدير وجبل الأربعين وأريحة وتل مرديخ والركاية للقصف أيضا بالطائرات الحربية والمروحية استهدف الأحياء السكنية. طبعا وسام عندما نتحدث عن مناطق ريف إدلب الجنوبي نتحدث عن قرى وبلدات دمرت بشكل تقريبا شبه كامل، دمرت الأحياء السكنية بشكل كامل باتت غير صالحة للحياة نهائيا جراء كثافة القصف عليها من الطائرات الحربية ومن راجمات الصواريخ. وبالحديث عن راجمات الصواريخ تستخدم ميليشيا أسد راجمات أو ما المعروفة بالسمرتش وهي شديدة التدمير وشديدة الانفجار، بالإضافة أيضا لأنها تحتوي على مواد حارقة عندما تستهدف هذه الراجمات المناطق السكنية تؤدي إلى اشتعال النيران في هذه المناطق. طبعا نسمع الآن الطيران الحربي يمكن سمع صوته فوقنا في الأجواء في حالة الانقضاض على المناطق المدنية في ريف إدلب. محمد نكتفي إلى ذلك أيضا وسام، استهدفت هذه الطائرات مناطق كفر سجنة وتفتناز وصهيان وأريمبا وانقير في كفر. نعم نكتفي بهذا القدر من أجل سلامتكم محمد الفيصل، أشكرك جزيل الشكر مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من إدلب تحديدا من محيط مدينة معرة النعمان. نتمنى لكم السلامة محمد.